خير لمشاهدين ومتابعين قناة الاي تي في، وبالتحديد عسيف نقول لكم يسعد لي مساكم، ناخذكم من خلال الساعة ونصف الساعة القادمة في برنامج عسيف. ومساء الخير دكتور. مساء النور، هلا والله دكتور، وأيضا أنقل التحية لكل من يتابعنا. كونوا برفقتنا لمدة ساعة ونصف الساعة إن شاء الله مع ضيوفنا وأيضا تقاريرنا. اليوم عندنا ضيف نوعا ما مميز. صحيح. مميز باللي قاعد يسوي شيء غريب. صحيح. يمكن سمعوا عنه ناس كثار موضوع عشبة البرجس. صحيح. وشوف شلون الطب البديل، أو إن إحنا كيف نقدر نستفيد من اللي يعني الكون يقول لك كله مسخر أكيد للإنسان. إن شاء الله نستفيد أيضا من هالفقرة، والجمهور بعد دام إنها تعالج كذا مرض وداخل الكويت وخارج الكويت استفادوا منها. أنا قبل الهواء يقول لي راح أجرب على الهواء. صدق؟ إيه. يقول تشم شوية. بس أنا سامع إن إذا شميتها شنو ممكن يصير؟ نار وشرار. يعني ينتظرون بعد شوية شنو ممكن يصير فيك. أكمل هوانك. راح أروح لاستعراض الفقرات معنا في عسيف، ونرجع نستقبل ضيفنا الأول. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون المعالج الشعبي برجس البرجس، وحوار حول سر عشبة البرجس، الزميلة إسرار سعيد، وسوالف فنية كثيرة بنسمعها الليلة مع ضيفها الإعلامي خالد الأنصاري في فقرة سالفة، الإنفلونسر السعودية إيلين سليمان، وحوار حول السوشيال ميديا بعد شوي في عسيف. إذا بيكون ضيفنا الأول برجس البرجس، صاحب هذه الفكرة، يمكن اللي استقطبها من برا الكويت، ولكن قاعد نشوف يمكن أخذت مساحة كبيرة من علاجات ناس في الكويت وخارج الكويت. صحيح. راح نتعرف عليها ونتعرف شنو ممكن أي أمراض خصيصا تكون لهذه العشبة مفيدة. راح نتعرف معاه في الحوار على أمور كثيرة. خلكم معنا، راح نروح لفاصل بعد نشوف تقرير ضيفنا. لا توعدون. أول ضيوفنا اليوم برجس البرجس، البعض يسميه معالج بالطب البديل، وفي اللي يسمونه معالج المعجزات، لأن كان بفضل الله سبحانه وتعالى وراء علاج عدد كبير من الناس عجز عن علاجهم الطب الحديث بتقنيات العالية. بو أحمد له سنوات طويلة يعمل بطب الكي اللي تداوت فيه الناس قبل معرفته بالطب الحديث، ويستخدم في علاجه عشبة سماها عشبة البرجس، اللي صار الكل في الكويت يعرفها وبالخليج بعد، لأن في مرضى يتعنون من مختلف الدول الخليجية والعربية علشان يتعالجون عند بو أحمد. ضيفنا اليوم ومن خلال عمله عنده من القصص الشيء الكثير، وعنده خبرة طويلة بعلاج الكي وعلم راح نتكلم عنه ونستفيد منه ونفيد مشاهدينه اللي أكيد راح يستفيدون من حوارنا مع برجس البرجس. بو أحمد حياك الله معانا في عسيف. إذن نرحب بالأخ العزيز أبو أحمد برجس البرجس، نقول لك يسعد لي مساك ويا حياك الله معنا في عسيف. الله يحييك وبارك فيك، ومشكور مشكورين على الضيافة، وعساكم على القوة إن شاء الله. الله يسلمك. وجودك أكيد معنا في عسيف راح يفيدنا ويفيد أيضا المشاهدين إن شاء الله. ودنا نسألك في البداية، شلون هذه العشبة تستخدمها في اللي هو علاج الأمراض بالكي؟ إحنا ما عندنا كي. احنا طبعا عشبتنا تمسكينها بذينك بارده بارده بارده، ونحطها على اي مكان في الجسم بارده، ما عدا المكان اللي فيه مشكله سواء كان خشونه او ديسك، فمن بارده تقلب الى حراره غير طبيعيه، كانها تسحب الالم، بس هي لا، هي تعالج الالم. زين ابو احمد، ودنا نذكر الاشياء اللي تعالجها العشبه، شنو الأمراض أو المشاكل اللي تحوش الإنسان وتعالجها العشبة هذه؟ إحنا طبعاً الحمد لله نعمة وفضل من رب العالمين، نعالج الديسك، وإحنا طبعاً مشهورين بالموضوع هذا، ونعالج الخشونة، نعالج الجلطات الدماغية، نعالج اللي طبعاً الجلطات الدماغية. الجلطات الدماغية يصير مع الشخص اللي تحوشه جلطة دماغية، مثل الشلل بجزء من الجسم. صحيح. اللي هو الإيد والريل،
في جهه مره تعودكم في اليسار او اليمين. هذه الحمد لله قاعد نعالجهم، وايد ناس ما شاء الله قاعد يجون عندنا، وايد ناس اللي استفادوا منها، وايد اللي ربك شافاهم او تحسنت حالتهم الى درجه جيده جيده جيده، سواء كان في النطق اذا كانوا فقدوا النطق او في الحركه او في الحركه، هاي ساعدهم. وطبعا مره من المرات واحده دقت علي من العراق قالت لي انا زوجي حاشته جلطه دماغيه وتاثر عند الجنب، فدزيت لها قلت انا ما اقدر ادزك العشبه، راح ادزك الزيت. استخدمت الزيت عقب شهر ودقت علي مره ثانيه قالت تذكرني، قلت لها اتذكرك. تبشت ايش صار مع رايدك؟ قالت لي والله في شغله غريبه عجيبه طلعت عندك. قلت لها شنو؟ كان تقول لي زوجي كان اصلع والحين طلعت له بكله. الله يطول بعمره ان شاء الله. وتعالج يعني من طلعت له بكله، يعني طلع له شعر. إيه فطبعا هي الجلطه لما ضربته اثرت على خلايا الشعر. اي الجذعيه. اي خلايا الشعر. يعني تاثر على كذا شغله، يعني مو بس تروح للعلاج النفسي اللي المبتغى الاساسي. انا ودي اعرف، هم مثل ما احنا شفنا تو في التقرير ما شاء الله زحمه قاعد يكون عندك وايضا على الطلب. هل هذا الامر قانوني؟ احنا طبعا بالكويت ما في له ترخيص، ما في له ترخيص. بس عندنا كثيرين مثل جاسم بهمن، مثل عندنا الله يرحمه اللي كان يجبر العتيبي اللي كان بفحيل، اللي كان بفحيل صحيح. او عندنا الرقي، او عندنا العلاج بالنحل صحيح. هذيل طبعا مو مدرجين تحت وزاره الصحه، بس يمارسون عملهم. بس الحمد لله الحمد لله، يعني انا اتكلم عن نفسي، انا صار لي الان اعالج تقريبا حدود 10 سنين ما شاء الله، ما عندي الحمد لله حاله واحده انضرت ما شاء الله. احنا سمعنا ان شيخ فهد سالم علي صح هو اللي لاحظه، هو اللي وفر لكم المكان طبعاً والتجهيزات طبعاً هذه كلها، قائم على الموضوع كله على نفقته الخاصه. اي طبعا على نفقته الخاصه، سواء كان من البيت او المصرف، كل ما يتعلق بموضوع العشبه يتحمل له الشيخ فهد سالم علي. ميزان اعمال ان شاء الله اكيد. امين ان شاء الله. وسمعنا ان قاعد يجونك ناس من برا الكويت، وايد ما شاء الله، من الخليج ومن دول عربيه ايضا، من الخليج ومن امريكا قاعد يجوني ما شاء الله. قرات صارت. اي ما شاء الله. اتذكر واحد من الشباب اللي مقيمين الامريكيين طبعا من اصل عربي، يانا من امريكا 17 ساعه 17 ساعه بس عشان يعالج ويرد. في ناس شبهوها بالسحر. عدل كلامك، قاعد يوصلك هذا جاسم عبد الملك عقيد في الجيش، وحتى قال لي اذا تدق علي دق علي، انا ما عندي اي مشكله اقول. طبعا هو كان مرقد مستشفى العسكري، واعتقد ظل 15 يوم وهو على الفراش منسدح ما يقدر يقعد. اي نعم. طبعا جيت انا دق علي ورحت للمستشفى العسكري عن طريق واحد من الربع. عقب ربع ساعة قلت أقوم وقعد، رحت للمستشفى وحطيت للعشبة هناك بالمستشفى. عقب قلت له أقعد، قال له أنا لا ما أقدر أقعد. قلت أنت حاول، أنا ويا ولده ساعدنا وقعدنا. قلت له عليك أمر امش. وعقب ما مشى شي يطالعني هالشكل، شي يقول لي إيه الساحر. أي والله صراحة. يقول لي أنا حين عندي 15 بالفصور، كل يوم طق فيني بهالابره قضضوني، ما بقى مكان ما خرموه، وتيني انت الحين عقب ربع ساعه بقدره رب العالمين وخمس ربع ساعه والحمد لله انا الحين امشي. ففعلا قال لي اياها، والكلمه هذه انا سمعتها ما شاء الله وايد. تكون عندك سعاده وامتداد منك ايضا تواصل في هذا الامر. احنا عندنا في الكويت يعني معروفه هذه الامراض، يعني من ضمن على قولتهم الناس اللي موجودين في الكويت الخشونه. عندك الديسك وكذي، شلون قاعد تعالج فيها الديسك؟ لان عاده يسوي لها جراحه. اي صح، وايد طبعا الديسك لازم له عمليه جراحه. انا شلون طبعا، يمكن انتم المفروض تسالوني، بس بقول لكم دام انك انت قلتي الشيء هذا. انا شلون توصلت حق العشبه؟ توصلت العشبه انا حاشني ديسك الرقوبه. اي وطبعا عانيت الامرين، وكل ما اروح حق الكويت سواء داخل حق دكتور سواء داخل الكويت ولا برا الكويت، كلهم كلمتهم واحده، لازم نشقك هالصوب ونحط لك حديد. كلمتهم واحده، هذه عمليه خطره طبعا صحيح. انت قاعد تقامر بالنخاع الشوكي بالضبط. في الديسك، في شاصب نادم.
طبعا خفت واتجهت اتجاه الاخر اللي هو الطب البديل والاعشاب. اقرب منطقه عندنا اللي هي تركيا ورحت هناك. انت سعيت ابو احمد ورحت؟ اي 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 بدون لا تسمع شيء. اي لا انا رحت هناك ولغايه ما وصلت حق الاعشاب هذه وعرفت ان هم يستخدمونها قبل 500 عام قبل لا يطلع الطب الحديث. ما شاء الله. توجهت انك شد انك سامع عن ان في عشبه. اي هي اقرب منطقه دول عربيه عندنا هني يحبون يتعاملون بالاعشاب اللي هي تركيا وخاصة المنطقة هذه اللي هي قريبة من سوريا اللي اسمها كسب وانطاكيا. وإحنا عندنا بيت في كسب ورحت سكنت في البيت قمت ترد عليهم. إحنا لما نروح تركيا أو الناس تسافر تركيا ما تسمع عن ما تعرفها ولا الأتراك يعرفونها صح. أي ولا حتى غريبة يعني. ولا يتعالجون فيها أصلاً ولا يتعالجون فيها أصلاً. إزاي شنو الفرق بين علاج كبار السن والشباب؟ يعني إذا واحد ياك بالعمر كبير بالسن نفس العلاج يعني؟ نفس العلاج ما عدا علاج الجيوب الأنفية. نحاول كبار السن إن ما نعطيهم شمة قوية وهم الصغار لا نعطيهم شمة قوية. إحنا مجهزين لك التقرير، سؤالك القادم راح يكون بهالتقرير إن شاء الله. شوفه إن شاء الله. اشتهر السوشيال ميديا على امتداد السنوات اللي طافت بنشر عدد كبير من الفيديوهات الغريبة واللي تنتقل بسرعة كبيرة بين مستخدمي المواقع، وأشهر هالفيديوهات كانت لطرق علاج غريبة، خصوصاً إن في فيديوهات يستخدم فيها المطرقة للعلاج وبمناطق مختلفة بالجسم، ودائماً ما تكون هالفيديوهات مصورة في دول شرق آسيا. وفي الفترة الأخيرة قمنا نشوف فيديوهات خاصة بعلاج آلام الظهر، نشوف فيها أشخاص معلقين بالمراوح بمنظر صعب وخطير، ودائما ما يكون عنوان هالفيديوهات علاج الديسك. وسؤالنا موجه لضيفنا، صحيح التعليق بالمروحة ممكن يكون علاج للديسك؟ أنا أشوفه شيء عورني قلبي. أي والله هذا ظاهر ساقط بمادتين وقاعد يجح. زين إيش رأيك باللي شفته؟ لا طبعا أنا ما أعيد الشيء هذا. أنا ما أعيد الشيء هذا. السحبة وهو قاعد يعلقه وسحبة وهذا هذا نخاع شوكي يعني ما في هذا حبل يعني ما يعني لو سحبة قوية شو بيقوله بعدين؟ آسف صحيح وآسف هذه وين يصرفها بعدين؟ ما تنصرف. فهذا قاعد يغامر بحياته يعني هو خطر على الاثنين. خلط أنت وضع العشبة جدا آمن. لا إحنا مجرد أعشاب وهي معروفة الأعشاب إن إذا ما فادتك ما ضرتك لأن هذا بقى قديمة والكل يعرفها. الكل يعرفها وإحنا ما نستخدم فيها يعني إيدينا لا كلش بمرة ما عاد إن إحنا نحطها لمدة ربع ساعة أول مرة وثاني مرة 10 دقائق عقبها نشيلها. إحنا عرفنا فكرة شلون أنت بلشت هذا الشيء أو عرفت هذه العشبة وشلون ساعت رحت تركيا، بس أنا اللي سمعته ما تتغاضى على هالأمر أجر في علاج الناس. لا 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 إحنا مثل ما ذكرت لك كله على نفقة الشيخ فهد سالم العلي. اي ما في احد يدفع بيزات ولا شيء ولا هذا. لا 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 زين لو انت فاتح لك ابو احمد عياده خاصه ايه ها ايه خمس دنانير داش وعشر دنانير طالع والله تطلع منها طبعا طلع فيها بلاوي ايه طلع منها ثروه ما شاء الله. صحيح بس الصراحه ثروتها السعاده اللي انا احصلها عقب ما الناس انا اكون في قمه السعاده لما يجيني شخص على ويل شير اول مره ويقوم يمشي وثاني مره يجيني على عكاز وثالث مره يجيني على انه يمشي على ريوله. فهذه عندي سعاده صراحه مو طبيعيه. صحيح. انا كل مريض يجيني عقب ما يخلص اقول ابشر شنو شعورك. عجبني الاسبوع اللي فات شخص واحد تبي تشوف عقب ما طلع كان يقول لي لو سمحت انا بسالك قبل لا تسالني انت شنو شعورك لاني انا الحمد لله الحين صرت انا احسن. الله قلت ما شاء الله عليك انت اول واحد من الطرفين الايجابيه لان الباقي ما يلحقون يلاقي نفسه بوناسه يعني غمرته علشان يعني تحسنت حالته وانتقلت من حال لحال. احنا ودنا نشوف الاستنشاق هذا شنو قصته ابو احمد؟ احنا نشوف بالفيديو يفتح الغطاء صح ويستنشق صح ويتعمس. هذه العلبه الكبيره هذه ليش فيها كمية كبيرة؟ اي وطبعا ريحتها تكون فواحة أقوى. اكثر اقوى. هذه للتجربة. اي وبعدين هذه احنا نسلمها حق كل شخص عنده مشاكل في الجيوب الأنفية وكاتبين عليها التعليمات. تستخدم باليوم من 20 الى 30 مرة
ولمدة 4-5 أيام تروح ريحتها ترميها. فهذه شمتها خفيفة. زين، هل 4-5 أيام 20 استنشاق؟ نعم. هل خلاص يتعالج منها؟ مدى الحياة. ما شاء الله. مدى الحياة إن شاء الله. طبعا عندنا كثيرين اللي ربك شافاهم سواء كان من الجوب الأنفية أو كان من الربو، وكثيرين ناس اللي عندهم غبش العين برضو تشافوا منها. يعني مو الانحراف أو اللحية، لا، الزغللة وغبش العين. الزغلله وغبش العين. كنا احنا قمنا نزغلل هاليومين. يبي لك شمه. قمنا نرمق العين العينه. بس انا صراحه على الهواء ما كنت اقول. هذه ما اقدر اعطيك اياها. هذه قويه. صحيح. اما هذه جدا خفيفه. تقدر تشمها. وتعطيني رايك فيها وتعطي برضو المشاهدين. هو طالع منها، هو بجرب عشان احنا والمشاهدين نستفيد من تجربتك. استنشق من هذه بعد الهواء. بعد الهواء لا، واحنا موجودين. بس صحيح. احنا ودنا قبل كل هذا مثل ما قلت قبل شويه ان شعور وايد يغمرك بالفرح اذا احد قال لك شنو شعورك. صحيح. واحد صراحه اللي سالني احنا عندنا مجموعه سالناهم شنو شعوركم. اي صح. نشوفه بالتقرير ان شاء الله. بعد شنو تغير عندك؟ في كان عندك مشكله في العين؟ عندي العيون قال الجفن تبل. الجفن كان ما يفتح عدل. ما يفتح عدل، هذا سبب كذا. الا تفتح بدينك. والان ما شاء الله. فرق معك كم بالمية تقريبا؟ 50%. ما شاء الله، من جلسة واحدة. ما شاء الله. شنو اللي عندك يا واد؟ عندي يدي طايحة مرة ما فيها. شنو السبب؟ جلطة. جلطة. جلطة نعم. جلطة. أيوة الحين الحمد لله يعني. كانت يدك شلون يعني طايحة؟ شليتها باليد الثانية ما تتحرك مرة. يعني مثل الميتة ميتة. ميتة نهائيا. نهائيا. ما فيها حركة والحمد لله. وبشر. الحمد لله يا دكتور. ما شاء الله. الحمد ما شاء لله. أفضل. الحمد لله. الله الحمد لله. دكتور. الحمد لله. نعم. في باقي شوي لكن نحمد الله يعني إلى 80% الحمد لله. ما أقدر أحاسب بالمرة. الكلام ما كان يطلع معك مضبوط. ينطق بس في حروف ما انطق. في حروف ما تنطقهم. ولكن انت الحين الحمد لله تنطق. ما شاء الله. الحمد لله. نعم وفضل. كان لما مشيت. إيه. يدي رجعت غصب كذا. ايه رجعت الحين لما مشيت رجعت كذا ما شاء الله. ونحمد الله. الحمد لله. احنا لما يجينا الشخص طبعا عنده مشكله في رقبته او في ظهره طريقه العلاج ماله بالشكل هذا. بالشكل هذا. طبعا اخ هني مع جلطه عسى الله يشافي، فعشان كذي احنا حافين له كامل. طبعا اذا كان عنده مشكله في الرقبه هذا اللي فوق، واذا كانت عنده مشكله في الظهر نحطها بالطريقه هذه. ونتركها لمدة ربع ساعة، إذا كان أول مرة وثاني مرة 10 دقائق. وعسى الله يشافي الجميع إن شاء الله. أبو أحمد قاعد نشوف والله صراحة شيء ممتع لما تشوف الناس شلون قاعد تعالج من شيء بسيط. صح. أي يقعد ها تحط العشبة عليه ولا كان شمها ولا كذا. يعني ما تأخذ من. إذا قالوا لك أنا باكر صرت وزير الصحة. إيه. قلت لك أبو أحمد تعالي وعندي وافتح لك مركز يعالج لمصابين في الدس أو الخشون أو كذا، تقبل؟ ليش ما أقبل؟ بالعكس هذا شيء يساعد الناس، وبالعكس يكون في إقبال، وإقبال يكون إن شاء الله مندفع جيد إن شاء الله. صح. نعم. وهذا إن شاء الله إحنا نأمل فيه صراحة. إيه طبعا. هذه ترى نقزة حق وزير الصحة. بس أنا أتمنى إنه ما يسمع كذي وبعدين يضرون على زيادة. لا بالعكس. أنت قاعد تسوي شيء قاعد تفيد الناس. أنا قاعد الحمد لله. إيه والله. الحمد لله نعمة وفضل اللي الله أهداني عليه، وأنا أتمنى كل شخص عنده المشكلة إنه يحصل على هالعشبة ويعالج نفسه عشان ربك يشافيه. طبعا صراحة. طبعا الدكتور باسل الصباح وزير الصحه من اميز الوزراء يمكن يسمى وزاره الصحه فعلا. قاعد نشوف تقدم في وزاره الصحه. يمكن احنا نقول هالموضوع من باب انه قاعد نشوف الحين الشيخ فهد سالم العلي ما قصر صراحه، ما قصر. لكن لما تكونون تحت مظله وزاره الصحه نوعا ما الناس شويه ترتاح اكثر. حتى بالنسبه للتشخيص يمكن كاشعه او انك انت تبحث عن المرض الفلاني. هم يفيدوني. انا في عندي حالات مع الاسف ما قدرت تستفيد، فبعرف هذا ليش ما استفاد وهذا ليش استفاد. أنا ما عندي أجهزة ولا عندي إمكانيات يكون عندي. صح. ولا عندي صف دكاترة. بالعكس هم لما يعني يأخذوني تحت إشرافهم مظلتهم يفيدوني ويفيدون المجتمع. يفيدون الناس. صح.
طبعا ولا نطلع من تحت رعايه الشيخ فهد، انا ما ودي اني اطلع من تحت رعايه الشيخ فهد، ما قصر بس بيكون تحت اشراف وزاره الصحه. ابو احمد في شغله يمكن قلتها قبل الهوى وانا استغربت منها، قلت اذا واحد ما في الم اي نعم صح، شوف دكتوره وحطوا عليه العشبه صح ما تحره ما تحره يعني. كسبيل المثال عندي شخص جاي يعالج عنده مشكله في الركب، عنده الركبه هذه فيها الم قوي، الركبه الثانيه فيها الم خفيف. فطبعا الركبه اللي فيها الم القوي تحتر عليه بشكل مو طبيعي الله، والركبه اللي فيها الم خفيف تكون فيها حراره بس الحراره تكون سنسر. شفت الاوت الجديد هذا تبارك الله، احنا ودنا نجرب نعطي شمة؟ اي يلا انا في هذا الصغير العودة العودة قشرة وانت قاعد وانت قاعد يلا سريع وانا ابين لك نعطيك، هي طبعا لازم ترجها وتعطيها انا ما ادري ايش راح يصير عليه، هو راح يكون طبيعي ولا احتاج اروح لا 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 طبيعي لا طبيعي اوف اوف والله حارة فيها ها؟ اي والله بعيونها غرقت، بس كأنك خذيتها من جهة واحدة صح هني من جهة واحدة تحس الجهة الثانية مسكرة لما الحين والجهة هذه تبطلت صح؟ اي والله صدقت والله، بس بنفس الوقت مريحة انت اي اي عطها دي كنا فكس على اي مريحة، وشوف الرئة عندك ساسعت، صدر عندك ساسع والخشم بدأ يمشي حسيتها هو بارد قاعد والله صح كلامك، بس هو بارد بس الحراره فعلا حراره تشوي لكن تحس انها تعطيك نشاط تسوي لك حق المخ مثل برمجه جديده. تطمنت علي انا بس اني كنت بشوف شو يصير الحين، انا بدون اعداد اسالك كل الاسئله نروح على تقرير ومن بعد ان شاء الله نكمل حوارنا. قلنا نروح حق التقرير نعطيك شمه انا؟ ايه متاكدين؟ جربي مو غلط، حراره عاديه ترى. ايه زينه وايد زينه، انا شوي حساسه يعني ما ادري ايش عندنا هو نكمل بس خلي الاستنشاق خفيف جدا. اي لا شمي قوي خفيف. إيه خفيف جدا عادي تفضلي إيه خليه يديك. انا ابره ما مديدي هالمره عادي. يلا قبل لا تروحي حتى قبل لا تخرب يلا خفيفه مو قويه انا. لا خفيفه بس يما بس لا خليها تسولف، ها ايش رايك؟ أمي بس احنا البنات متعودين على كذي، كنا ريحه بهارات من المطبخ شايف شي صعد لي فوق وعيني غرقت اي صح يعني مثل النار اي صح مثل النعناع مثل لا اقوى شوي بس يعطيك انا ترى والي كنا وهقناك صح انا بروح على فاصل اذا تسمحوا نرجع مره ثانيه نستكمل الحوار تقرير خلينا نشوف التقرير هذا اللي تردد على المكان اللي يعالج فيه برجس البرجس مرضاه اكيد شاف او سمع عن العدد الكبير اللي زوره، لان ابو احمد يستقبل مرضاه من بعد صلاه الفجر لين وقت الغروب علشان يقدر يقابل كل الموجودين. ولما تتجول في ذكريات هالمعالج تشوف صور وفيديوهات تجمعها بمشاهير اشرف على علاجهم بالكي، ومنهم فنانين ولاعبين مشهورين، منهم الفنان السعودي القدير خالد عبد الرحمن والنجمان جاسم النبهان وأحمد السلمان، وعالج أبو أحمد لاعب الدولة السابق سامي الحشاش، وأكيد في غيرهم نجوم ومشاهير أشرف على علاجهم خصوصا وأن عمل ضيفنا امتد لسنوات طويلة. وسؤالنا لضيفنا، منو أشهر شخص أشرفت على علاجه؟ وهل المشاهير تتعامل معاهم بشكل خاص؟ ما شاء الله يعني يمكن خلينا نقول المشاهير كوكبه لا ما شاء الله عندنا الحمد لله. جربوا العشبه معك اي لا الحمد لله انهم استفادوا اكثرهم استفادوا الحمد لله من جيتهم عندنا وعلاجهم عندنا. انا الحين ترى مو حاسب القطره كنا مفرع وقاعد انا اشوف الرؤيه واضحه صار اجدي لا انت 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 عندك مشكله بالجيوب الانفيه زين، وانت انا شميتيها اي شميتيها يعني المفروض انه يكون في فرق عندك شويه
تحسين في فرق ولا لا؟ انا ما ادري كنا بالشوف شنو قمت اشوف غير اي النظر. انا قلت لك قبل شوي انا عيني تغبش بالاساس. انا قلت لك قبل شوي انا اشيل الغبش. إيه؟ النفس نفسي ايه النفس اختلف عندك ولا ما لاحظتي؟ انا حسيت شعور إيه؟ شفت واحد بالبحر ويدخل ماي بخشمه. ايوه صح عادي حسيت. ايوه صح صح صح. لا ابي الفائده طبعا كلكم شمتوا. انا الحين إيه؟ انا شميت هالصوب اكثر إيه؟ من هالصوب صح. الحين هني احس إيه؟ منعنش. ايوه النظر صح. صح ومرتاح يعني احس صح صح هني صح. لا احس لما الحين بعد ايوه هذا نفس اللي يسوون الاكسجين برا في اوروبا يجيبون مثل بايبات اكسجين انه يخلون الواحد يستنشقه 15 دقيقه بس يكون على نكهات انزين فيقولون ان الاكسجين هو مثل ينشط لانه يوصل للدماغ صح. فهذا فعلا. اعتقد شيء يشبهه أي فعلا 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 كنا قاعد ندخل اكسجين هذا الحين القوطي باخذ معايا انا اوه وفى عليك حلالك عادي ها العود حلالك على نسده على طول يمكن على يبالك صغيرون واعطيها الكبيره ان شاء الله الله يسلمك مشكور. خلينا نتعرف كيف طريقتك مع المشاهير لما يكونون موجودين معك يعني عندك وايد مشاهير ما شاء الله يولك شفناهم في التقرير صح تعامل معاهم بشكل خاص سريه طبعا طبعا لازم لازم انك تعطي قدره واحترام ويعني شخص مثل هذا يعني ما شاء الله عليه تنازل وقاعد ياكل مع الشعب ومع الناس وهذا طبعا تقوم له وتفز له وتعطيه احترامه وتقديره والحمد لله الحمد لله كلهم عقب ما طلعوا الحمد لله اتصال دائما معاهم والحمد لله امورهم وايد زينه واحسن من قبل زين احنا نعم. عندنا شبابنا مروك نعم بنشوفهم بالفيديو ونزل لك عنهم ان شاء الله خلينا نشوف شم شلون ما تبي على راحتك كيفك كيفك ولا والحجم العائلي الكبير بعد شنو كان فيهم هذه الاربع خمس ثواني عقب الاستنشاق هذا فلاش لا تكلمني يبي لك كم ثانيه تسكت شوف شنو الموضوع سبحان الله بعدين يرجع كل شيء طبيعي سبحان الله خليها ثواني ما تطول معك شيء وايد حلو الصراحه وان شاء الله دائما تستمر بعطائك في هذا الامر خصوصا للناس اللي يعني تعبانين ومو قادرين يعرفون هم وين يعني يلقون علاجهم او صح صحتهم صح يعني ان شاء الله الله يرزق الجميع الصحه ويلبس الثوب بالعافيه ان شاء الله يعطيك العافيه ابو احمد الله يعافيكم وقبل لا نختم معاك الحين اللي يشوفنا ويبي يزورك اي نعم وين يجي طبعا تكتب على جوجل ماب عشبه البرجس يجيبك للباب على طول علك الشاميه زين عندك كنا سيدات ورجال طبعا النساء الكويتيات يوم الاربعاء والمقيمات يوم الخميس نفس المكان نفس المكان أوكي. يوم الخميس حق النساء الخليجيات فقط آه. تزويع الارقام من الساعه 5 الفجر ممتاز اول عمل يبتدي الساعه 8 حلو ونسكر تقريبا حدود التسجيل الساعه 1 الرجال الكويتيين يوم الاحد والخميس احنا مخصصينه حق نساء الخليجيات واذا كان رجل جاي معاها برضو مريض هم بعد موجود ما في اي مشكله احنا نشوف عيالك معاك ولا اي احمد الله يحفظهم ان شاء الله راح ممكن يورثون المهنه والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هم بالعكس قاعد يتعلمون وما شاء الله الحين قاعد يجدون الشغله مثلي واحسن مني ان شاء الله يكتشفون حساب بعد معك ان شاء الله وام احمد هي اللي ماسكه قسم النساء ما شاء الله اللي تقوم باشراف قسم النساء وما شاء الله عليها معطيه جهدها وقادره تطلع من الفجر وقاعده تستقبل العالم الله يحفظها ويطول بعمرها ان شاء الله ولك بمثل وانت منالك ان شاء الله دائما تكون بهذه الحماسه وميزان اعمالكم ان شاء الله امين يا رب مشكورين شكرا لوجودك ويانا الله يبارك فيكم استمتعنا معك وشكرا على علاجنا على الهواء راح نروح للناس معنا عندنا فاصل من بعده راح يكون معنا سالفه ومن بعده ايضا فقره توفيقي راح تكون ان شاء الله معنا مميزه ان شاء الله